تغير نظام التسوق في الأسواق الشعبية المغربية الخاضعة لقانون الطوارئ الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا. كنشوف الحمد لله كل شيء موفر، السلطات توفرت كل شيء من التغذية من الدواجن من اللحوم، هذا الشيء منظم، السلطة كتسهر على التنظيم، كيدخل فوج بفوج. التسوق مع كورونا يعني عادي، يعني هناك استقرار في الأثمنة، وهناك يعني أن السلطة يعني تتابع المواطن عن بعد وعن قرب. السوق منظم مزيان، نمر واحد، ومرتاحين، والله ملك الحمد لله، الله يحفظنا ويحفظك من هذا الوباء هذا. في رسالة طمأنة لكل المغاربة تؤكد الحكومة المغربية ضمان إمدادات الخضر والفواكه وكافة احتياجات الأسواق، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يغطي حتى نهاية ديسمبر المقبل. السلعة كاينة موجودة، الأثمنة باقا مستقرة في الأثمنة ديالها، يعني بحال هذا العام بحال الأعوام اللي فاتوا. السلطات راه مراقبة الأسعار ومنظمة الشوارع، والحمد لله البيع والشراء عادي، الخير موجود، كل شيء موجود الحمد لله. كما تشاهدون من خلفي تتواصل الحياة في الأسواق الشعبية المغربية، لكن أشياء تغيرت. السلطات المغربية تراقب بشكل غير مسبوق حركية الناس دخولا وخروجا، لا يمكن لمن لا يحمل ورقة الإذن بالخروج دخول السوق، كما أن الناس يجمعون هنا في الأسواق الشعبية المغربية على وفرة المعروض وعلى أن الأثمنة لا تزال في حدود الممكن. تشتغل الأسواق الشعبية في زمن فيروس كورونا في المغرب بتوقيت يومي يبدأ في الساعة 9 صباحا وينتهي في 3 عصرا. عادل الزبيري، العربية، الرباط.